أكد عدد من المشاركين في سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الذي يقام على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته 16 على أهمية وجود استراتيجيات إعلامية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دول الخليج العربي. نعم، فهذا السوق يعد منصة مهمة تجمع نخبة من العاملين في الحقل البرامجي في الدول الخليجية تحت سقف واحد، وفرصة مواتية لتعزيز فكرة العمل المشترك وإطلاق المزيد من البرامج الإعلامية المتقدمة ذات المحتوى المتميز. كوكبة من الإعلاميين والمتخصصين يطرحون خلاصة خبراتهم وتجاربهم من خلال مشاركتهم في سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الذي يقام على هامش المهرجان في دورته 16، حيث يلتقي المشاركون يبحثون ويناقشون سبل تطوير الإعلام الخليجي. أنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون في اندماج، في أعمال مشتركة، في تبادل في اللهجات، في الخبرات، في اللون اللي يقدمه كل ممثل من كل دولة، فزين هالتجمع هذا. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله مثل هالمهرجانات هذولا إن تخرج جيل مندمج خليجيا بين فنانين وفنانات، وإن شاء الله بإذن الله راح نشوف أعمال كثيرة. التواجد أول شيء يعمل لك علاقات مهمة جدا، والشغلة الثانية ما في شك أنه يخلق اتفاقيات وعلاقات. طبعا المشاركة مهمة جدا لكل الناس المهتمين في هذا القطاع. القطاع الإعلامي ليس فقط قطاع إعلامي، ولكن هو تندرج تحته قطاعات كثيرة بحكم الدراما، طبعا وجود الدراما، بحكم البرامج المتنوعة المختلفة، بحكم السوشيال ميديا الموجودة معنا واللي صارت كمان جزء من حياتنا. برنامج المهرجان يقدم طرحا ثريا ومتنوعا يحمل عناوين مهمة تستحق البحث والنقاش، فهذا التجمع يمثل أرضية خصبة لتبادل الأفكار والمعرفة، فجميع المشاركين يعتبرون هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتقوية التواصل بين الدول المشاركة لتطوير هذا القطاع. هذا التلاقي في تحفيز أكثر على المشاركة في هذه التظاهرات، والإنتاج أحسن والتنافس يكون أفضل، وإحنا بدنا أن ناخذ فكرة على التطور اللي حاصل في هذا المجال، خاصة أنه هوني كل الهيئات الخليجية تشارك في المهرجان ونلتقي بهم. مهم جدا إحنا نلتقي بالإعلاميين الإخوة العرب كلهم، ومهرجان الخليج من المهرجانات المميزة جدا، لأنه هو دايما بيبقى فيه ملتقى كبير لكل الإعلاميين على مستوى الوطن العربي بشكل عام، ودايما بنبقى سعداء بأن احنا بنقابل الشركات والقنوات والمحطات المهمة والهيئات. السوق هذا هو مجال للتعاون، والبحرين دائما كل سنتين تجمعنا في هذا المهرجان، ومنيتي نكون كل سنة بصراحة، لأنه زي ما قلت لك وأعيد وأكرر أنه هذا مهرجان أصبح من أهم المهرجانات العربية والعالمية صراحة. إن مشاركين في مهرجان الخليج الإذاعة والتلفزيون بجناح المبدعون السعوديون، ومعنا مجموعة من الشباب في مملكة البحرين، مملكة الخير. منصات العرض الموزعة على سوق الإنتاج تعزز الرغبة في الإبداع والتغيير والانتقال إلى آفاق أرحب من خلال إيجاد محتوى إعلامي يطرح من خلال منصات عرض تضم خبراء وممثلين من الدول المشاركة تلتقي لتناقش وتبحث أبرز السبل لتعزيز وتوطيد التعاون الإعلامي على مختلف الصعد. هذا الملتقى يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار والآراء بين الإعلاميين والاطلاع على آخر التجارب الإعلامية والأعمال الإذاعية والتلفزيونية للوقوف على أفضل الاستراتيجيات والخطط البرامجية لتطوير هذا القطاع الحيوي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.